خلونا نبدأ نهارنا العالمي النهارده من اسبانيا، واللي قدر فيها برشلونة يحكم قبضته على صدارة الليجا لحد نهاية العام الجاري 2022، وده ب10 لاعبين وبهدف قاتل. البارسا الحقيقة حقق فوز صعب جدا وقاتل على اوساسونا بنتيجة 2-1 ضمن مباريات الجولة ال14 من الليجا، والفوز ده خلى برشلونة يتمسك بصدارة الدوري قبل التوقف طبعا اللي هيحصل عشان كأس العالم. برشلونة لعب بالمباراة دي ناقص لاعب من الدقيقة 30 بعد طرد نجمه الأول وهدافه روبرت ليفاندوفسكي، كمان الحكم طرد بيكيه في مباراته الأخيرة قبل الاعتزال. طيب حد يسأل يعني انطرد ازاي وهو يعني هو اعتزل؟ الفكرة ان بيكيه كان على دكة البدلاء واتطرد بين الشوطين بسبب اعتراضه على الحكم، وقال له طبعا اللي فيه النصيب بقى لانه خلاص كده كده اعتزل يعني، ومش باكي على اي حاجة ولا باكي على ايقاف ولا على غيره، فسمع الحكم كلمتين الحقيقة يعني ما لهمش لازمة. اوساسونا بدأ اللقاء بأقوى بداية ممكنة وسجل هدف مبكر مباغت في الدقيقة الخامسة عن طريق ديفيد جارسيا، لكن قدر برشلونة في الدقيقة 48 ان هو يتعادل عن طريق نجمه الشاب بدري، وفي الدقيقة 85 بيسجل رافينيا هدف برشلونة القاتل بتمريرة رائعة من ديونج عشان يأمن الفوز المهم ده اكيد لبرشلونة. طبعا كان في احتفال خاص من لعيبة برشلونة بالفوز، لكن الظريف جدا الاثنين لعيبة اللي اتطردوا من اللقاء ليفاندوفسكي وجيرارد بيكي جمعهم احتفال خاص من أوضة اللبس بعد تحقيق الفوز على طول وضمان صدارة الليجا الإسبانية.